أخبار النادي الأهلي في الصحف النهاردة. الأهلي نمبر 1 صعد بأعلى رصيد نقاط في أفريقيا والقرعة الاثنين، دي طبعا مجلة الأهلي. الأخبار المسائي، الأهلي فرحان بالتفوق الأفريقي، كارتيرون يطالب الجماهير بالصبر ويدافع عن الشناوي. الأخبار، ارتياح في الأهلي لعبور كامبالا وتحقيق 4 انتصارات متتالية في دور المجموعات. كارتيرون لا نملك رفاهية الوقت لتصحيح الأخطاء، ويوسف فرحان بنجومه. مجلة الأهلي، أجانب الأهلي سوبر، أداء متميز لأزارو وكولوبالي، ومعلول يؤكد أنه أهم الأوراق الرابحة في خطة لعب الأهلي. مجلة الأهلي، كارتيرون بعد التأهل الأفريقي أثق في قدرات لاعبي الأهلي للسير في طريق البطولات. روزال يوسف العبقري، كارتيرون يطيح بإنجاز جوزي والبدري. مجلة الأهلي، التاسعة مساء الأحد بالدوري، الأهلي مطالب بزيادة الإنتاج أمام الفريق الحربي. الشروق، الأهلي يطلب تأجيل مباراتي الداخلية وبيراميدز بسبب بطولة أفريقيا. طبعا أهم يعني العناوين اللي قريناها معاكم في أخبار النادي الأهلي في الصحف، وخاص أو العنوان الخاص بجريدة روزال يوسف، واللي قالت كارتيرون يطيح بإنجاز جوزي وحسام البدري. زي ما احنا قلنا مع بداية الحلقة، مستر باتريس كارتيرون ابتدى بداية أكثر من رائعة مع النادي الأهلي، يعني بغض النظر عن الأداء، في بعض المباريات كان الأداء فيها مميز جدا بالنسبة للنادي الأهلي، وبعض المباريات الأداء كان قليل، وده كان نتاج طبيعي لضغط المباريات، لكن قدر ان هو يعني حتى الان ما شاء الله لا قوه الا بالله، النادي الاهلي ما خسرش ولا مباراه، تعادل مباراه وحيده خلال 9 مباريات امام الاسماعيلي. لكن في مقارنه سريعه كده مع مستر مانويل جوزيه والكابتن حسام البدري، خلينا نبتدي بمستر مانويل جوزيه. في ولايته الاولى موسم 2001-2002 في اول 8 مباريات مستر مانويل فاز او خسر مع الاهلي 3 مباريات بواقع 2 في بطوله دوري ابطال افريقيا ومباراه في الدوري، وحقق الفوز في 5 مباريات. الولايه الثانيه مستر مانويل جوزيه طبعا مدرب اسطوري، مدرب كبير جدا، لكن احنا بنعمل بعض المقارنات في بدايه كل فتره بالنسبه لمدير فني. الولايه الثانيه في عام 2003-2004 مستر مانويل جوزيه خلال هذه الولايه في اول 8 مباريات حقق 5 انتصارات وخسر مرتين وتعادل مره واحده. مستر مانويل جوزيه جه ولايه ثالثه كمان مع النادي الاهلي، واول 8 مباريات فيها كانت عام 2011، كان حقق 4 انتصارات وتعادل في 3 وخسر مباراه واحده. كابتن حسام بدري في بدايته الاولى عام 2009-2010 اول 8 مباريات حقق 5 انتصارات وتعادل مرتين وخسر مره واحده. الولايه الثانيه كابتن حسام بدري كان في عام 2012 اول 8 مباريات حقق الفوز 4 مرات وتعادل 3 وخسر مره واحده. كابتن حسام البدري في ولايته الثالثه ايضا 8 مباريات الاولى في عام 2016-2017 قدر ان هو يفوز 6 مباريات وتعادل 2 وجمعهم طبعا في بطوله الدوري المصري. مستر خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الاسباني في 2014-2015 اول 8 مباريات 4 انتصارات وتعادل 2 وخسر 2. مستر جوزيه بيسيرو المدير الفني البرتغالي 2015-2016 اول 8 مباريات حقق 5 انتصارات وتعادل 1 وخسر 2. فبالتالي احنا قلنا نجيب لكم كده ايه المقارنه سريعا بالنسبه للاجهزه الفنيه والانجاز الكبير اللي حققه الجهاز الفني الحالي، ان هو ما خسرش حتى الان في اي بطوله شارك فيها، سواء البطوله العربيه بطوله دوري ابطال افريقيا وايضا بطوله الدوري العام، فده شيء اكيد يحسب بشكل كبير جدا للجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون والكابتن طبعا محمد يوسف المدرب العام. وكمان كابتن محمد يوسف راجل قدر انه يحقق مع النادي الاهلي بطوله دوري ابطال افريقيا، وهي اخر بطوله ان شاء الله نقدر نكررها كمان السنه دي، كانت في 2013. هو جهاز فني بالمناسبه يعني متكامل بشكل كبير جدا ومتفاهم كمان بشكل كبير جدا، وده شيء مميز وهام للنادي الاهلي خلال الموسم الحالي. ايضا كمان من ضمن الاخبار اللي يعني نعلق عليها، ومجله النادي الاهلي اللي قالت ان اجانب الاهلي سوبر واداء متميز لازارو وكلوبالي، وكمان بالتحديد اتكلمت عن
علي معلول اللي بصراحه بيأدي اداء اكثر من رائع مع النادي الاهلي. لو جينا اتكلمنا عن وليد ازارو في البدايه، وليد ازارو كل الناس مع بدايه الموسم قالت لك وليد عايز يمشي، وليد جاله عرض متمسك انه يمشي، كان ممكن يكون في كلام فعلا ان وليد هيمشي، وكان في مفاوضات مع فريق فورتشن الصيني، لكن المفاوضات فشلت. وكنا قلنا ان وليد ازارو لو فضل في النادي الاهلي الراجل هيلعب بكل روح وبكل حب للنادي الاهلي، وده فعلا اللي حصل. ما كناش بنقول كلام من فراغ، ده كان من خلال متابعتنا للفريق وبالتحديد كان في معسكر كرواتيا. فعلا وليد ازارو ابتدى الموسم بشكل جيد جدا، احرز بعض الاهداف الهامه بالنسبه للنادي الاهلي. وليد ازارو دلوقتي هداف دوري ابطال افريقيا برصيد 6 اهداف من خلال 6 مباريات، حاجه مميزه جدا. وليد ازارو خلال مبارياته مع النادي الاهلي في بطولات او في بطوله دوري ابطال افريقيا سواء السنه فاتت او السنه دي لعب 12 مباراه، احرز كام هدف؟ احرز 10 اهداف، ده طبعا شيء مميز جدا. وكمان صنع 3 اهداف، عمل 3 اسيست مع النادي الاهلي في مشواره في بطوله دوري ابطال افريقيا، فبالتالي لاعب مهم جدا. ولو احنا جينا بصينا كده في افريقيا او بشكل عام على المستوى العالمي، في ندره في المهاجمين اللي هم المهاجمين السرعه اللي بيبقوا على الجون على طول الهدافين. فتره من فترات وليد ازارو كان عنده انتقادات كتير جدا من قبل الجمهور والنقاد والاعلام بشكل عام، لكن الراجل بعقليته الاحترافيه الممتازه قدر انه يثبت ان هو مهاجم مميز وهام جدا بالنسبه للنادي الاهلي، ويعتبر صفقه مهمه جدا النادي الاهلي احتفظ بوليد ازارو. وكمان علي معلول اللي صنع العديد من الاهداف في مختلف البطولات مع النادي الاهلي ولاعب مهم جدا. وكمان الميزه ان مستر باتريس كارتيرون عارف يستغل علي معلول كويس جدا. لو احنا بصينا على اداء علي معلول دلوقتي والفترات السابقه هنلاقي ان اداء علي معلول في تصاعد، خصوصا مستر باتريس كارتيرون ممكن يشركه وينج ليفت امام ايمن اشرف بعض المباريات زي ما شفنا، ممكن بيضمه شويه في نص الملعب كمان ويدي لايمن اشرف الحريه على الخط كله. فبالتالي دي جزئيه مهمه كمان عند المدرب ان هو عارف قدرات لعيبته وعارف يستغلها. والميزه كمان عند مستر باتريس كارتيرون راجل عنده خبرات افريقيه كبيره، حقق بطوله دوري ابطال افريقيا مع تي بي مازيمبي، وايضا حقق سوبر افريقي مع تي بي مازيمبي، وكمان حقق الميداليه البرونزيه والمركز الثالث في بطوله الامم الافريقيه مع فريق مالي، ومسك فريق النصر السعودي ومسك وادي دجله. الراجل عنده خبرات عربيه وافريقيه مهمه جدا، وده كان شيء مهم وتفكير مميز جدا من قبل مجلس اداره النادي الاهلي ان هم يجيبوا مدرب عنده الخبرات في المنطقه اللي احنا متواجدين فيها. مش مهم ان انا اجيب اسم كبير قوي او اسم عالمي ويجي وما ينجحش، وكان عندنا تجارب قبل كده، ويمكن كان ابرزها مستر مارتن يول مدير افانيا الهولندي، راجل عظيم جدا في اوروبا، لكن بالتالي ما قدرش انه يحقق خير بطوله الدوري مع النادي الاهلي. فان شاء الله نتمنى لهم التوفيق. كمان كولوبالي بالمناسبه مدافع مهم جدا وصفقه قدر النادي الاهلي انه يحصل عليها بشكل مميز، واضافه كمان للنادي الاهلي. نروح لأخبار النادي الأهلي على النت أو على المواقع في على النت. طبعا أخبار الأهلي هنبتدي بموقع في الجول. موقع في الجول، هدف أزارو وتصدي الشناوي ضمن الأفضل في آخر جولة بمجموعات الأبطال. الأهلي يستأنف تدريباته بالتتش استعدادا للإنتاج الحربي، بوابة الأخبار الإلكترونية. الموقع الرسمي للأهلي، محاضرة فنية للاعبي الأهلي اليوم. الموقع الرسمي للأهلي، يوسف جاهزون للإنتاج ولم نتلقى عروضا لأي لاعب. اليوم السابع، الأهلي ضغط المباريات يمنع إقامة المعسكرات الخارجية عقب مواجهة الإنتاج. الشروق، الفحص الطبي يكشف موقف عاشور وجابر من المشاركة أمام الإنتاج. موقع كورة، السولية خارج حسابات الأهلي أمام الإنتاج الحربي. الأهلي دوت كوم، أجايي يخضع لفحص طبي جديد قبل مران الفريق اليوم. يورو سبورت، الأهلي يحسم موقف باكا اليوم. الموقع الرسمي للأهلي، كارتيرون يحدد برنامج الأهلي التدريبي خلال توقف الدوري. الموقع الرسمي للأهلي، رجال يد الأهلي يفوز على الهدى السعودي في بطولة القاسمي. الموقع الرسمي للأهلي، فريق اليد يستعد لمواجهة الأهلي البحريني ببطولة القاسمي. الموقع الرسمي للأهلي أيضا، الأهلي ينظم بطولة الماسترز للسباحة تخليدا لروح
دوري عبد القادر. طبعا يعني من ضمن الاخبار اللي عايزين نعلق عليها الخاصه باخبار النادي الاهلي على المواقع الالكترونيه، وبالتحديد عايز اتكلم عن محاضره فنيه للاعبي النادي الاهلي اليوم. طبعا النادي الاهلي زي ما احنا عارفين ضغط المباريات خلال فتره سابقه، عندنا مباراه هامه جدا، او فريق عنده مباراه هامه جدا ان شاء الله يوم الاحد القادم الساعه 9 مساء في ملعب السلام امام فريق الانتاج الحربي. هو احد الفرق المميزه جدا في ظل تواجد مدير فني مهم جدا هو الكابتن مختار، بالتالي هتبقى محاضرة أو هتبقى مباراة صعبة. بالتالي أيضا في محاضرة طبيعي جدا من الجهاز الفني قبل المباراة اليوم اللي هيكون في تمام الساعة 7 مساء. المحاضرة أكيد هيتكلموا فيها عن نقاط القوة والضعف، وهيكون في أيضا جزء خاص ببعض اللقطات لفريق الإنتاج الحربي عشان الفريق واللاعبين والجهاز الفني يكون ملم بكل النقاط اللي عايزين يلعبوا عليها أو النقاط اللي عايزين يستغلوها خلال هذه المباراة، وتحديد نقاط القوة والضعف عند فريق الإنتاج الحربي. فبالتالي هي أكيد هتكون محاضرة هامة جدا بالنسبة لمستر باتريس كارترون وجهازه المعاون أيضا مع لاعبي النادي الأهلي. طبعا في نفس السياق الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان الكابتن محمد يوسف قال ان جاهزون للانتاج ولم نتلقى عروضا لاي لاعب. طبعا من ضمن الاخبار ايضا هو خاص بباكاماني، الاهلي يحسم موقف باكاماني اليوم. طبعا زي ما احنا عارفين باكاماني مالمبي خلاص يعني في ظل تواجد اربع لاعبين اجانب في صفوف النادي الاهلي سواء جاية علي معلول كلوبالي وازارو، فبالتالي باكاماني فرصه بقت قليله شويه، بالتالي كان عنده بعض العروض الفتره اللي فاتت وبالتحديد كمان من جنوب افريقيا وبالتحديد كمان من فريق سان داونز الجنوب افريقي، لكن المفاوضات يمكن كانت فشلت. الراجل وكيل لاعب باكاماني مالمبي لاعب النادي الاهلي يعني طلب من اداره النادي الاهلي وطلب من الجهاز الفني ان هم يدوا له فرصه خلال النهارده ان هو يحاول يجيب عرض مناسب للنادي الاهلي عشان النادي الاهلي وافق على بيع باكاماني خلال الفتره الحاليه وقبل إغلاق فترة الانتقالات في العالم كله، فبالتالي هيكون في محاولة لوجود عرض للاعب باكاماني مالمبي خلال هذه الأيام القليلة جدا علشان ينتقل لنادي آخر. ايضا من ضمن الاخبار وخاصه بعمرو السوليه، عمرو السوليه خلاص خارج حسابات النادي الاهلي. زي ما احنا عارفين عمرو السوليه في المباراه السابقه امام فريق كامبالا سيتي جاله شد في العضله الخلفيه وايضا في العضله الضمه، اكيد كان ليه اشعه، الاشعه نتيجتها هتطلع النهارده، بناء عليها هيتم معرفه المده اللي هيغيب من خلالها عفوا عمرو السوليه. طبعا فبالتالي لاعب مهم جدا في خط نص النادي الاهلي، نتمنى له ان شاء الله ان هو يعود سريعا في صفوف الفريق عشان يكون اضافه مهمه جدا، يعني هو على الاقل هيبقى عنده راحه اسبوع، بعديها ان شاء الله هيتم تحديد برنامج تاهيلي خاص بحسام عمرو السوليه علشان يكون متواجد مع الفريق في التدريبات الجماعيه بعد هذا البرنامج التاهيلي. نتمنى له كل التوفيق والعوده سريعا للنادي الاهلي في التدريبات ومن ثم المشاركه كمان في المباريات الرسميه مع الفريق نظرا لاهميه طبعا عمرو السوليه. ايضا الاهلي دوت كوم قالوا ان اجايي يخضع لفحص طبي جديد قبل مران الفريق. زي ما احنا عارفين اجايي عنده قطع في الرباط الداخلي للركبه، فبالتالي بيكون في فحص طبي جديد على اللاعب عشان نشوف المرحله اللي وصل لها اللاعب في طريقه للعلاج من هذه الاصابه علشان يشفى سريعا ويكون متواجد مع النادي الاهلي. نروح للألعاب الأخرى ورجال يد الأهلي، ده الموقع الرسمي للنادي، وقال إن رجال النادي الأهلي يفوز على الهدى السعودي في بطولة القاسمي. طبعا كرة اليد عندنا فرقة بصراحة محترمة جدا، قدر إن هم يفوزوا بنتيجة 31-14 على فريق الهدى السعودي، وكمان هيكون عندهم مباراة أخرى، فبالتالي إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في هذه البطوله بطوله القاسمين. نتمنى لهم ان شاء الله ان هم يفوزوا في المباراه الثانيه امام فريق الاهلي البحريني في نفس البطوله. ايضا لسه مع اخبار الموقع الرسمي للنادي الاهلي، والاهلي ينظم بطوله الماسترز للسباحه تخليدا لروح دوري عبد القادر. طبعا قال وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي، النادي الاهلي يستعد لتنظيم بطوله الرواد اللي هي الماسترز للسباحه خلال شهر
سبتمبر المقبل، تقليدا لروح دري عبد القادر بطل مصر وافريقيا في السباحه. البطوله هتقام يوم 14 سبتمبر المقبل بالنادي الاهلي بمشاركه العديد من السباحين في مختلف الالعاب، شيء مميز وشيء مهم جدا. ان شاء الله نتمنى ان البطوله دي تكون ناجحه، وفي مجهودات كبيره جدا بتتعمل في جهاز العاب الماء في النادي الاهلي بشكل عام. كل الالعاب وكل المسؤولين في النادي الاهلي بيحاولوا دايما ان هم يخرجوا باكبر صوره جيده ممكنه تكون تظهر لجمهور النادي الاهلي في مختلف الالعاب، وبالتالي نتمنى لهم كل التوفيق لخلال الفتره المقبله. نروح لفاصل قصير ونرجع نكمل فقراتنا في برنامج كلام في الميديا.